السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. إذا اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على درس جديد في مكون القراءة. سوف نتعرف على نص شعري عنوانه في كل يوم لعبة. ما معنى نص شعري؟ أن هذا النص يشبه الأنشودة. إذا سوف نتعرف على الحصة الأولى والثانية. إذا أعزائي التلاميذ، قبل أن نتعرف على النص الشعري الذي سوف نقوم بقراءته اليوم، لابد أن نقوم بقراءة الكلمات البصرية لدينا. احتفل احتفل، أضحك أضحك، أمرح أمرح، أرقص أرقص، أغني أغني. إذا لنعيد قراءة هذه الكلمات البصرية أعزائي التلاميذ. احتفل أضحك أمرح. جيد أعزائي التلاميذ، إذا سوف نقوم بتصفية الصعوبات القرائية. إذا لدي هنا مجموعة من الحروف، لدي حرف السين والشين والفاء والقاف، وكما سبقنا وقلنا هذه الحروف تسمى بالحروف المتشابهة كتابة، تسمى بالحروف المتشابهة كتابة. إذا سوف أسمع مجموعة من الكلمات فيها حرف السين وكلمات أخرى لا يوجد فيها حرف السين. المطلوب منكم أن تخبروني عن الكلمة الدخيلة، الكلمة الدخيلة. إذا مسجد، سيارة، قرية، سنجاب. إذا ما هي الكلمة الغريبة أو الكلمة الدخيلة في هذه المجموعة؟ إذا لننتقل إلى المجموعة الثانية، لدينا حرف الشين يشبه حرف السين ولكن لديه ثلاث نقط من الأعلى. إذا سوف أسمع مجموعة من الكلمات وأخبرنا عن الكلمة الدخيلة. شمس، شتائل، رسالة، سجود. إذا ما هي الكلمة الدخيلة في هذه المجموعة؟ إذا سوف ننتقل إلى الحرف الثالث وهو حرف الفاء، حرف الفاء. إذا فراشة، فلفل، قفل، غراب. إذا ما هي الكلمة الدخيلة في هذه المجموعة؟ سوف ننتقل إلى حرف القاف، قلم، قميص، قثارة، قرنبيط، جدي. إذا ما هي الكلمة الدخيلة في هذه المجموعة؟ إذا أعزائي التلاميذ، سوف تأخذون هذه الكلمات وسوف تقومون بتجزئها مقطعيا، سوف تقومون بتجزئها مقطعيا. إذا بعد أن قمنا بتصفية الصعوبات القرائية سوف نقوم ببناء التوقعات. إذا سوف نلاحظ هذه الصورة، هذه الصورة موجودة لديكم في الكتاب المدرسي، الكتاب المدرسي الصفحة 136. إذا يمكنكم مشاهدة هذه الصورة في الكتاب المدرسي. إذا أعزائي التلاميذ، ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ وما اسم هذه اللعبة التي يلعبونها؟ إذا ما اسم اللعبة التي يلعبونها هؤلاء الأطفال؟ إذا هؤلاء الأطفال يلعبون لعبة، ماذا نسميها؟ نسميها الأرجوحة. إذا هم يلعبون لعبة الأرجوحة، نعم. إذا هؤلاء الأطفال يوجدون ربما في الحديقة ويلعبون لعبة جميلة تسمى لعبة الأرجوحة. نعم جيد. إذا في هذه الصورة، لاحظوا معي هذه الصورة، هذه الصورة أيضا توجد لديكم في الكتاب المدرسي. إذا ماذا تفعل هذه الفتاة وهذا الولد؟ ما اسم هذه اللعبة؟ ماذا تسمى هذه اللعبة؟ إذا هم ماذا يفعلون؟ يقومون بتركيب البطاقات لكي يحصلوا في النهاية على صورة، أو يحصلون في النهاية على اسم
كلمه او او كلمه او صوره او صوره شيء ما. اذا في هذه الصوره هؤلاء الاطفال يقومون بتركيب هذه القطع لكي يحصلوا على صوره. اذا اعزائي التلاميذ، من خلال هذه الصور في نظركم حول ماذا يتحدث هذا النص؟ لنتعرف على عنوان النص ثم نبني التوقع. جيد اعزائي التلاميذ، اذا عنوان نصنا هو نصنا الشعري هو في كل يوم لعبة، في كل يوم لعبة. في نظركم من خلال العنوان في كل يوم لعبة، ربما قد يلعبون في كل يوم لعبة. أيضا في نظركم من خلال العنوان ومن خلال أيضا الصور المرافقة للنص، حول ماذا يتحدث هذا النص؟ أعتقد أنكم عرفتم الإجابة. إذا لنستمع لهذا النص ونكتشف مضمونه. في كل يوم لعبة، لعبنا اليوم لعبة جميلة مسلية، ما أحلاها أرجوحة في الجو دوما عالية، تقل فوق ظهرها صبية منادية، كفى من التأرجح فالأرض تحتي جارية. لعبنا اليوم لعبة جميلة مسلية، ووضعنا كل قطعة لبعضها محاذية، نركب نفكك نعيد الأمر ثانية، حتى نتم جمعها في صورة زاهية. سوف أعيد قراءة النص مرة أخرى، تابعوا معي، لأننا في النص الشعري قراءة النص الشعري مختلفة على قراءة النص العادي، لأننا في النص الشعري سوف يجب علينا أن نقوم بتلحين النص، ويوجد لدينا في آخر الكلمات الموجودة في السطر الثاني هنا الهاء 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 في كل آخر كلمة، هذه الحروف الموجودة في الآخر تعطي لنا لحنا ونسميها القافية. إذا هذه الكلمة، هذه الحروف تعطي لنا لحنا. إذا سوف أعيد قراءة النص. لعبنا اليوم لعبة جميلة مسلية، ما أحلاها أرجوحة في الجو دوما عالية، تقل فوق ظهرها صبية منادية، كفى من التأرجح فالأرض تحتي جارية. لعبنا اليوم لعبة جميلة مسلية، وضعنا كل قطعة لبعضها محاذية، نركب نفكك نعيد الأمر ثانية، حتى نتم جمعها في صورة زاهية. إذن في النص مجموعة من الكلمات التي قد يصعب عليكم فهمها معانيها، مثلا لدينا الأرجوحة، إذن هذه هي الأرجوحة، هذه اللعبة هي الأرجوحة. صبية، الصبية هي الفتاة، هذه الفتاة ننادها صبية. إذن هذه معاني هذه الكلمات.
كما أننا سوف نتعرف على عائلة الكلمة. كنت سبق لي وشرحت لكم ما معنى عائلة الكلمة. مثلا لدينا طفل لديه أخوه يشبهه أو أخته تشبهه أو عمته تشبهه. إذن هذه عائلة الكلمة، في كلمة فيها مجموعة من الصفات، مجموعة من الحروف تتشابه مع باقي الكلمات. لدينا في النص منادية، مثلا منادية. إذن عائلة الكلمة، عائلة هذه الكلمة، ينادي، ينادي، أبي يناديني. لدي نداء، لدي منادات. إذن كل هذه الكلمات نسميها عائلة الكلمة، نسميها عائلة الكلمة. نعم جيد أعزائي التلاميذ، إذن بعد أن شاهدنا صور النص وأيضا شاهدنا تعرفنا على عنوان النص وأيضا سمعنا النص وشرحنا مجموعة من الكلمات، إذن سوف نتحقق من التوقعات التي توقعناها. إذن أعتقد أن التوقعات التي توقعتموها من خلال النص ومن خلال الصور هو أننا في كل يوم سوف نلعب لعبة. إذن هذا هو التوقع الرائج، التوقع الموجود الذي يمكننا أن نتحقق منه، وفعلا هذا هو التحقق الصحيح. إذن بعد أن انتهينا من هذا النص، المطلوب منكم قراءة هذا النص، يوجد في الصفحة 136، كذلك إنجاز الأنشطة الموجودة في الصفحة 137.